أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في هذه التغطية الخاصة بشأن اغتصاب واحتلال ميليشيا الحشد مسجد الأرقم في حي المثنى في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وكيف أن هذه الميليشيات المسلحة والمجموعات المسلحة باتت تصر على مواصلة انتهاكاتها بغطاء حكومي، وأصبحت تستغل ما يسمى محاربة الإرهاب الذي أتاح لها ارتكاب الجرائم دون مساءلة أو محاسبة. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا في الاستوديو سيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك يا أستاذ. حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم. أهلا وسهلا بك. سيكون معنا أيضا هاتفيا من اسطنبول دكتور يحيى الطائن الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. نرحب بك دكتور يحيى الطائن معنا في هذه التغطية. حياكم الله أخي الكريم. أهلا وسهلا. سيكون أيضا معنا سينضم من فيينا هاتفيا سيد زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، وكذلك الشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. مشاهدينا الكرام، إذن قبل البدء في هذه التغطية الخاصة نتابع هذا التقرير الآتي. حتى المساجد حيث يذكر اسم الله ويبث منها الأمان والطمأنينة لم تسلم من يد الذي ادعى أنه قادم للتحرير. وتحرير الإنسان وفق شريعة حكام العراق الجدد وميليشيات المرشد الإيراني يعني محوه سواء بالقتل أو التهجير، ومن ثم محو هوية أهل الأرض لإحلال أخرى مكانها. وقد يحدث في اليوم الذي تحتفل فيه الحكومة بما تسميه يوم النصر أن تدخل ميليشيا الحشد لأحد جوامع الموصل فتمنع الصلاة فيه وتتخذه مقرا لها، وتلك ممارسات لا يدرجها التاريخ إلا تحت ممارسات قوات الاحتلال. ديوان الوقف السني في الموصل قال إن قوة من الميليشيات برفقة معممين يتبعون لما يسمى بالتوجيه العقائدي اقتحموا جامع الأرقم في حي المثنى بالجانب الأيسر من الموصل وتمركزوا فيه واتخذوه مقرا لهم، مطالبا المحافظة والمسؤولين بالتدخل لإخراج الميليشيات من المسجد. هيئة علماء المسلمين اعتبرت الحادثة ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من منهج دأبت عليه الأحزاب والميليشيات التي مكن لها الاحتلال بمشروعيه الأمريكي والإيراني، لافتة إلى أن سلوك الميليشيات الطائفية في الموصل دليل داحظ لادعاءات النصر والتحرير. منهجية التغيير الديمغرافي ضد أهل السنة لا تشمل الاستباحة فقط، فقد أقدمت الميليشيات في وقت سابق على إحراق مسجدين للسنة في قضاء تل عفر بأحياء النداء والطليعة بعد سرقة محتوياتهما والعبث بها، وكالمعتاد قيدت القضية ضد مجهول. نواب في البرلمان طالبوا بوضع حد للانتهاكات والتجاوزات الخطيرة على مساجد السنة، لا سيما تلك التي يقوم بها مسؤولون في ديوان الوقف الشيعي مستخدمين الترهيب والتلاعب بسجلات التسجيل العقاري لتغيير السندات العقارية العائدة لديوان الوقف السني بالاتفاق مع مسؤولين في تلك الدوائر. ولعل الرغبة الميليشياوية بالاستحواذ على المساجد لا تجد صورة تختصرها كصورة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة أبو مهدي المهندس في أحد أشهر جوامع بغداد أم الطبول، وتلك سردية الزمن الغادر وسخرية القدر، فسليماني يتجول في جامع ببغداد وجنوده يغتصبون آخر في الموصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من الرافدين عن اغتصاب واحتلال جامع الأرقم من قبل ميليشيا الحشد في حي المثنى في مدينة الموصل. نبدأ بدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق معنا هاتفيا من اسطنبول، مرحبا بك دكتور يحيى. إذن هيئة علماء المسلمين عدت الحادثة يعني بأنها ليست وليدة اللحظة، بل هي جزء من منهج دأبت عليه الأحزاب والميليشيات التي مكن لها الاحتلال بمشروعيه الأمريكي والإيراني، كيف توضحون ذلك دكتور يحيى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي تحية لك ولضيوفك الكرام. حياك الله. بالتأكيد يعني ما تعيشه مدينة الموصل كارثة حقيقية ومأساة إنسانية كبيرة، وهذا كنا قد نبهنا عنه منذ بدء المعارك في مدينة الموصل. نعم. حيث طريقة إدارة المعركة على مدينة الموصل كانت توحي بأن المدينة مقبلة على دمار شامل، وهذا ما أكدته العمليات العسكرية بعد ذلك حيث استخدمت سياسة الأرض المحروقة. فكانت الذريعة هي
ما يسمى بين هلالين تحرير الموصل، لكن المشكلة أن الموصل بدأت تنحدر من سيء إلى أسوأ، حيث بعد أن أزاحت يعني مثل ما يقولون تنظيم الدولة من الموصل، ماذا جلبت إلى الموصل؟ جلبت بدل من تنظيم الدولة 30 ميليشيا حشد إلى الموصل، بالإضافة إلى باقي الكليات. هذه الميليشيات المعبة عقائديا طبعا، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفصيل الذي اغتصب هذا المسجد، وبعبارات طائفية مقيتة يعني توسم وتشير إلى تكفير الآخر. فبالتالي هذا المنهج لتدمير الموصل وتدمير أهل الموصل وعملية التغيير الديموغرافي على هذه المدينة ليس وليدة اللحظة، وإنما هناك عمليات مسبقة لذلك ترعى هذا الحكومة الموجودة في بغداد، حيث الحكومة هي جزء بل هي أساس المشكلة، حيث هي تساهم في زرع الحقد والكراهية بين مكونات الشعب العراقي، وتزرع الطائفية عبر قراراتها وعبر ما تسوقه من كثير من القانون. يعني على سبيل المثال، عندما توفر الغطاء القانوني لكل الجرائم التي يرتكبها الحشد في الموصل وفي غيره، عندما الآن أهل الموصل يعيشون تحت رعب هذه الميليشيات، لا يستطيعون العيش إلا أن يدفعون الإتاوات، ويعني وهذه تسرح وتمرح بلا رادع لها في الموصل. على سبيل المثال يعني هذا وقد انتشر يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما تخصص الدولة 200 مليار للوقف الشيعي تحت بند خدمة المذهب، بينما باقي لا تصرف لهم شيئا، ماذا يسمى هذا؟ إذا الحكومة ترعى هكذا مشروعا طائفيا، وهي من تحاول أن تؤزم الواقع، وهي من تحاول أن تجعل هناك تغييرا ديموغرافيا لهذه مدينة الموصل، وتحاول أيضا تركيع أهل الموصل، بدليل إلى الآن البيوت مهدمة، النازحون في الخيام، العوائل مشردة، ولم تدفع لهم شيئا، ولم تقم بأي عمل لتخفيف هذه المأساة وهذه المعاناة عن أهل الموصل. سعود إليك دكتور يحيى الطاين، سمحت أيضا سيد نظير كندوري، إذا نرحب بك مجددا في هذه التغطية الخاصة. يعني ما الرسالة التي أراد منفذوها من عملية الاقتحام بالسيطرة على جامع الأرقم في حي المثنى بالموصل؟ يعني ما يحدث الآن في الموصل من استيلاء على هذا الجامع ولربما جامع أخرى، وما سبقها أثناء القتال مع تنظيم داعش من هدم كثير من المساجد وأيضا البيوت السكنية للناس، هو وكأنه استمرار لهذا المسلسل في تحطيم حواضر أهل السنة، وكذلك تحطيم المعابد والمساجد لهذا المكون الأصيل من الشعب العراقي. وبالتالي هم يعني لحد الآن لم يتخلوا عن النهج الطائفي في بناء الدولة العراقية الجديدة، وكأنما هم يدركون يعني أن هذا هو الأسلوب الأمثل للسيطرة على البلد بشكل كامل، وجعله من طيف واحد يدين بالولاء إلى هذه السلطة، والتي هي يعني هي الأخرى تدين الولاء للجارة إيران. وهذا النفس الطائفي لربما سيؤجج الأوضاع مرة ثانية. يعني أحد الأسباب الأساسية التي جعلت ثلث العراق يقع بيد تنظيم مثل تنظيم داعش هي نفسها الأسباب التي يتم تكرارها مرة أخرى على الشعب العراقي، هذا الضغط الكبير، هذا العبء الذي يحمله للمواطن الذي يعيش في تلك المناطق، ربما ستجعله وبالقوة أن يثور مرة أخرى. هي مقصودة دكتور سياسة ممنهجة؟ نعم نعم، هي يعني ولن يتخلوا عنها بالرغم من ادعائهم أنهم يعني عازمون على تشكيل هذه الحكومة الجديدة، حكومة عادل عبد المهدي، أن تكون بعيدة عن الطائفية وعن المحاصصة وعن الحزبية، ويبنون حكومة تمثل كل المواطنين العراقيين. ثبت بالدليل أن هؤلاء لم يختلفوا عن الحكومات السابقة، وأن نهجهم سائر في هذا الموضوع الطائفي الذي لم يجني العراق منه سوى الخراب والدمار. وربما سنكون على أعتاب مرحلة جديدة من الدمار والاحتقان الطائفي بين مكونات الشعب. يعني بهذه الطريقة نحن نتجه إلى مستقبل أظلم في هذه التصرفات. ولكن هذه الحادثة دكتور نظير يعني نفت ميليشيا الحشد سيطرة أفرادها على هذا الجامع.
يعني لا اعرف كيف هم كانما يريدون ان يغطون الشمس بغربال. يعني هي مواقعهم الرسميه سواء على الفيسبوك او اي يعني كل ما صفحه ميليشيا النجباء صفحاتهم نشرت الصور وافراد هذه الميليشيا هي داخل المسجد ويتفاخرون بدخولهم لهذا المسجد وتغيير اسمه مقر عسكري. وطبعا يعني بالمناسبه يعني موضوع استخدام المساجد او الحسينيات كمقرات لهذه الميليشيات او ك يعني مقر للسجن يعتقلون فيه الناس وكذلك تكديس الاسلحه. يعني انت تعلم قبل يعني بضعه اشهر حدثت الكثير من التفجيرات والكثير منها كانت اسلحه مخزنه في تلك الحسينيات او المساجد، فهو ليس جديد. يعني هم لا يحترمون قدسيه هذه المساجد ويستمر يعني هذا المنوال. تكذيبهم إلى أنهم لم يقوموا بهذا العمل هو يعني وكأنما تدليس على المواطن. وبعد افتضاح أمر هذا الاقتحام وانتشاره بمواقع التواصل اضطرت هذه الميليشيا أن تنفي عن نفسها اقتحام لهذا المسجد، بل قالوا أن هناك مواطنين هم الذين استولوا عليه وقد قاموا بإخراجهم وسنحاسبهم كونهم لربما ادعوا أنهم من الحشد الشعبي. والآن أوسل الخفاجي خرج بتصريح يقول أننا سنحاسب من اتهم الحشد الشعبي باغتصاب هذا المسجد والاستيلاء عليه. يعني قلب الحقائق بشكل كبير ويكذب بشكل سافر أمام الناس وأمام المجتمع. إذن سيدنا ضي كندوري ذكر أن هذا المنهج ليس جديدا، وهذا يتوافق مع ما ذكرته الهيئة في بيانها دكتور يحيى الطائي، ولكن الهيئة عدت سلوك الميليشيات الطائفية في الموصل دليلا داحضا لادعاءات النصر والتحرير. كيف توضحون ذلك دكتور يحيى؟ بالتأكيد أخي الكريم، يعني من المعلوم أنه السلوك الذي كان على الأرض ومن خلال المعارك، من خلال إدارة المعركة، من خلال النتائج التي أفرزتها تبين هذا السلوك الطائفي. يعني هي لم تخفي انتمائها العقائدي ولم تخفي أي شيء مما حصل. زائدا أنه هناك عملية تمكين لهذه الميليشيات من مدينة الموصل، وهذا يعني ليس حقيقة وليد لحظة، وإنما وليد عمل دؤوب من قبل إيران ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن تبسط هذه الميليشيات سيطرتها على مدينة الموصل وتركيع أهل الموصل بالذات. فإذا هذا السلوك الطائفي ليس هو الأول، ويعني الإنسان لا يحتاج إلى عناء كثير حتى يميز هذا السلوك، هل هو تصرف فردي أم هو تصرف ممنهج مبني على عقيدة تتبناها هذه الميليشيات. في الحقيقة لو كان تصرفا فرديا لكانت حالة تظهر هنا وحالة تظهر هناك، أما أن يكون سلوكا ممنهجا لجميع الفصائل أكثر من 30 فصيل في الموصل كلها تتبع منهجا واحدا وسلوكا واحدا وتصرفا واحدا تجاه أهل الموصل، بمعنى بأن مصدر التلقي واحد، بمعنى هناك خطة ممنهجة من أجل تدمير هذه المدينة ومن أجل تغيير ديموغرافي لهذه المدينة. إذن ذلك فعلا دليل داحظ كما أشرت لادعاءات النصر والتحرير. سيد نظير، دكتور نظير، أيضا الاستيلاء على المسجد يأتي بعد أيام قليلة من مطالبات حقيقة لمسؤولين وجهات رسمية في نينوى إلى إناطة الملف الأمني يعني قوات الشرطة والجيش المحلية وانسحاب ضرورة انسحاب ميليشيا الحشد. هل هي رسالة استباقية؟ يعني أنا فقط أريد أن أتساءل أن يعني هذا الحشد الشعبي وحسب ادعائهم أنه تم تشكيله على أساس أن عصابات داعش قد استولت على أراضي شاسعة ونودي بالناس للتطوع لغرض دحر هذه العصابات وتم تشكيل الحشد. الآن وحسب إعلان الحكومة بأن المعارك مع هذا التنظيم قد انتهت تماما والمناطق استرجعت، ما هي ضرورة بقاء ميليشيا مسلحة تحمل السلاح وبأحدث أنواعه وتتجول يعني داخل المدن وتضيق الحياة على الناس؟ ما سبب بقائها؟ لماذا لا تأخذ الأجهزة الأمنية الرسمية دورها في حفظ الأمن في هذه المدن المحررة؟ هذا يعني أنا أظن أن بقاء هذه الميليشيا العقائدية هو لأسباب تتعدى موضوع محاربة
محاربة داعش، إنما لفرض الأمر الواقع ومحاولة تغيير الطبيعة الديمغرافية لتلك المناطق من خلال تضييق الحياة على مكون معين وتسهيل الأمور على مكونات أخرى، وبمرور الوقت سنجد أن المناطق تغيرت. حتى هذه المطالبات الجديدة التي تطالب بخروج هذه الميليشيات من المدن، ربما هذه العملية الاستعراضية اللي قام بها أحد الفصائل الحشد رسالة لهم بأنهم باقون في هذه المناطق، وإن لم يعني تكفوا عن تلك المطالبات لربما سنصعد الأمر، وعلى سبيل المثال اقتحام لهذا المسجد والاستيلاء عليه، لربما إذا استمرت المطالب ربما يرفعون السقف لأعمال أخرى أكثر وحشية وأكثر طائفية. لكن أنا فقط أريد أن أقول يعني هذا الطريقة بالتفكير طريقة عقيمة، ربما نجحت قبل بضعة قرون. أنت تعلم أخي الكريم أن موضوع التشيع وتغيير العقائد بدأ بالعراق بالقرن 18، ربما في تلك الفترة نجحوا إلى حد ما في تغيير عقائد بعض العشائر العراقية، لكن الوضع الآن تغير. موضوع تغيير العقائد الآن في العراق هذا أمر مستحيل، ليفهم قادة الميليشيات ولتفهم إيران بأن تغيير عقائد أهل العراق بهذه الطريقة الوحشية لن تنفع، إنما ما ستؤدي إلى خلق ثورة ضدهم وإعادة عجلة العنف مرة ثانية. الوضع الحالي يختلف كثيرا عما كان يفعله يعني قادة إيران قبل قرن أو قرنين. الآن الوضع تغير، هذا الضغط على أهل السنة، تظاهرات في الجنوب أصلا. نعم الآن هم مكونهم الآن لا غير راضي عن أحزابهم وغير راضي عن ميليشياتهم، كيف بك تريد أن تغير عقائد أهل السنة؟ أنا لا أقول هذا كون يعني أني أدافع عن السنة، أنا أدافع عن طائفة أو مكون عراقي أصيل يتعرض للأذى ويتعرض إلى تغيير في عقائده. لو تعرض الشيعة أيضا لمثل هذه التصرفات لوجدتني الآن أيضا أدافع عنهم. هذا الطريقة بالتفكير تمزق المجتمع، تمزق العراق، ونستمر في حالة من الضعف لن يعود للعراق له قائمة مرة ثانية. ونحن نتحدث عن دور الإيراني، قاسم سليماني نشرت له صورة برفقة نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ومن الممكن أن نعم الآن مخرج أظهر الصورة، وهو في أحد أشهر مساجد العاصمة بغداد، يبعد بضع كيلومترات عن مطار بغداد، يعني طبعا هذا المطار يحوي أهم القواعد الأمريكية. هل تعد هذه رسالة دكتور نظير؟ يعني حقيقة يعني ربما تحمل هذه الزيارة رسالتين وليست رسالة واحدة، واحدة منها إلى الأمريكان والقوات الأمريكية وما تحمل به من تحدي وإصرار على أن الإيرانيون باقون بالعراق رغم أنف الولايات المتحدة، ولم يعلق أي مسؤول أمريكي حول تواجد سليماني وتجوله بالمناطق العراقية، بل وبتدخله في موضوع تنصيب هذا الوزير وإقالة هذا الوزير، لم نرى أي رد فعل أمريكي. حتى مع الصميدائي. نعم. نعم. أما الرسالة الثانية فهي للمكون السني أيضا، بأن يعني مثل هؤلاء الرجال كالصميدائي وغيره هم الأشخاص المرضي عنهم إيرانيا، هم الأشخاص الذين يجب أن يكونوا قادة لأهل السنة، بالرغم نحن نعرف مواقف هذا الرجل. هذا الرجل يقول أن طاعة ولي الأمر واجبة على كل المسلمين، ومن جعل هؤلاء ولاة أمور العراقيين؟ هؤلاء لم يأتوا إلا على دبابة المحتل الأمريكي، ولم يبقوا لحد الآن بالسلطة إلا بدفع وحماية الإيرانيين. هؤلاء لا يمثلون ولاة أمور يجب طاعتهم، هذا تدليس وهذا تلاعب بالدين. هذا يعني موقف الصميدائي موقف مخزي ولا يمثل أهل السنة، بل هي رسالة للسنة كما قلت لك بأن يجب أن تكونوا كذلك، وإلا فإن لا مكان لكم في العراق. نعم. والتهجير سوف يستمر لهذا المكون إذا ما يعني وقف بالضد من السياسة الإيرانية في العراق. إذن دكتور يحيى الطائي، منهجية التغيير الديمغرافي ضد مناطق معينة كما ذكرت الهيئة لا تشمل الاستباحة وحدها، بل أقدمت هذه الميليشيات كما ذكر بيان الهيئة في وقت سابق على إحراق مسجدين في تل عفر، وذلك في حيي النداء والطليعة، وكالمعتاد قيدت هذه القضية ضد مجهول
يعني كيف السبيل لإيقاف هذه الممارسات والانتهاكات؟ أخي الكريم، يعني من المعلوم لحضرتك وللأخوة كثيرا، أي مدن تعرض لها الحشد بحجة يعني تحرير أو ما يعني تسميه تطهير المدن، دائما كان الهدف الأول قبل داعش هي المساجد. نعم. لأن هذه المساجد لها رمزية كبيرة في قلوب المسلمين جميعا، أي مسلم يعني لها هذه المسجد له قدسية في نفوس الناس، وهذه المساجد دائما هي الهدف الأول لهذه الميليشيات. هذا ماذا يعطينا إشارة؟ يعني بالتأكيد أنت عندما تأتي إلى اقتحام مدينة، أول ما تأتي توجد يعني ما يسمى الأهداف الحيوية. الأهداف الحيوية هي الأهداف التي يوجد فيها السلاح، فيها الذخائر، فيها قيادة قوات العمليات، فيها كذا فيها كذا، يعني التي تمثل القواعد العسكرية، هذه تسمى أهداف حيوية. أما في نظر الحشد الأهداف الحيوية هي المساجد، لما لها من رمزية عند أهل السنة، ولما لها رمزية في هذه المناطق، حيث هذه المساجد لها اعتبارات كبيرة. فإذا الهدف ماذا؟ الهدف ليس تحرير المدن، وإنما الهدف كسر هيبة هذه المساجد وقدسيتها في نفوس الناس. ولذلك دائما كل الهجمات تبدأ على المساجد، الإحراق للمساجد، التدمير للمساجد، قصف المساجد. طيب أنت لماذا لا تقصف أهداف عسكرية تأتي إلى قصف مساجد؟ إذن هذه رسالة واضحة بأن الدافع الأساسي ليس هو تحرير المدن، وإنما الدافع الأساسي هو انتقام طائفي. الدافع الأساسي هو محاولة تغيير هوية هذه. أشكرك إذن شكرا الجزيل على هذه المشاركة في تغطيتنا الخاصة، دكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين. معنا أيضا ينضم هاتفيا من فيينا السيد زياد السنجري، الإعلامي والصحفي العراقي. مرحبا بك أستاذ زياد معنا في هذه التغطية الخاصة. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك. ما تفسيرك لهذه العملية والسيطرة واقتحام التي قامت بها ميليشيا الحشد ونفتها على جامع الأرقم في مدينة الموصل، ما الهدف منها؟ بكل تأكيد بعد دخول ميليشيات الحشد إلى مدينة الموصل وكثير من المدن العراقية الأخرى، قامت تلك الميليشيات للاستيلاء على أراضي كثيرة تابعة لبلدية الموصل وتابعة للوقف السني. هناك مشكلة الحقيقة ليست جديدة، حتى في وقت المحافظ السابق قتيل النجيفي أرادت الحكومة أو الوقف الشيعي الاستيلاء على عدد من الجوامع، لأن أسماء الجوامع تابعين لأسماء أئمة ورجال صالحين أو من المسلمين الذين يدعون أنهم شيعة، فوقف بذلك الوقت وللأمانة وللتاريخ محافظين وقتيل النجيفي سابقا. أما اليوم فالذي جرى في حي المثنى وفي مدينة الموصل تم الاستيلاء على أراضي كثيرة، حتى الأراضي الوقف التي تابعة لجامع النبيونس وآخرها لربما جامع الأرقم، حيث قامت ميليشيات مسلحة باقتحام الجامع ورفع عليه اسم جديد باسم الوحدة الإسلامية، ثم نشروا صور عبر موقعهم في الفيسبوك حركة النجباء، قامت فصيل حركة النجباء وهم فصائل إيرانية، قالوا بأن الجامع قمنا بتطهيره وإقامة الصلاة فيه إلى آخره من هذه المسميات. وبعد حملة كبيرة من قبل الناشطين ووسائل الإعلام، قالت الميليشيات بأننا لسنا من دخل الجامع، وإنما مدنيين هم الذين دخلوا الجامع عبر بيان رسمي، ولكن الصور تكذب ذلك البيان، لأن المسلحين للأسف دخلوا إلى الجامع وهم تابعين إلى ميليشيا النجباء، ولا زالت الصورة موجودة وهم لا ينكرون ذلك. هناك تفاوت تصريحات، لكن ما يحدث الآن في مدينة الموصل ليس في هذا الجامع فقط، كما أسلفت هناك مناطق عديدة حتى الآثار تمت تجريفها الثور نينوى وأوقاف أو أراضي لجامع ما المبرر أستاذ زياد؟ يعني هل هناك أي مسوغ من وراء هذا السلوك، سلوك هذه الميليشيات في العراق، بوقت تقول الحكومة في بغداد إنها تكافح يعني التطرف والإرهاب ومسبباته في العراق؟ حقيقة الحكومة شخصت للأمانة أن الذي يحدث في مدينة الموصل هم عمليات منظمة من قبل فصائل الحشد
حيث قال عادل عبد المهدي بأن الانفجارات التي طالت مدينة الموصل هي من قبل أحد الفصائل المسلحة، وهناك مقادب اقتصادية لتلك الميليشيات تعمل على الاستحواذ على الأراضي والجوامع والأوقاف وأراضي البلدية وحتى بعض المواطنين ومن هم في الخارج، وهناك أملاك وأراضي ومنازل بيعت بالكامل بعمليات تزوير. الحشد يريد تمويل ويريد الاستيلاء على أكبر عدد من الأراضي، هناك سطوة لتلك الميليشيات فوق ما يسمى الحكومة. الحكومة بطريقة أو بأخرى هي من أتت بهم، هي من سهلت أمرهم، هي من خصصت لميزانية الحشد أكثر من ميزانية محافظة نينوى بأكملها. فإذا الحكومة هي جزء من هذا الحشد، أو الحشد جزء من هذه الحكومة، وحتى في القانون العراقي أصبح الحشد جزء من المنظومة الأمنية. فإذا نتحدث عن تعاون شرعية، نعم هناك شرعية بين الحشد والحكومة. نحن نتحدث عن حكومات متعاقبة، حكومات يعني، ولكن وفق المجتمع الدولي، عفوا سيد زياد، هل هناك شرعية لهذه الميليشيات وفق المجتمع الدولي؟ بكل تأكيد، حتى القانون العراقي الحديث والقديم يقول بأن الاحتلال حصر بيد الدولة، ولكن الرجل جالس في بيته أمر بفتوى نسخ كل القانون العراقي. نحن في عصر الغاب، قانون الغاب ما يحكم العراق، عصر القوة. هناك فصائل مرتبطة أصلا ارتباط مباشر بإيران، هناك مدارس أنشئت باسم الخميني في سهل نينوى وبيبرطلة تحديدا. أتحدث عن عملية تشيع كاملة. أنا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من تصريح ذكرت ذلك، وأنا لست متحاملا على الموضوع، وإنما كل ما هناك أذكر الحقائق. البعض يراها بأنها اتهامات، البعض يراها طائفية، هي حقيقة الأمر. ما يحدث في مدينة الموصل، أكبر الحواضر العربية والإسلامية في شمال العراق والوطن العربي، تتعرض إلى عملية تشييع صفوي وليس تشييع عراقي. العراقيون هم أبناء البصرة، أبناء المحافظات. الكلام يعني حقائق بعيدة عن الطائفية تقصد بالضبط، بعيدة عن الطائفية. نحن نتحدث عن سلوك دولة، نتحدث عن سلوك ميليشيات، مثل ما تقوم هذه الميليشيات بتلك الأعمال في مدينة الموصل أو في بعض المناطق السنية، تقوم كذلك بتلك العمليات في مناطق أخرى. قبل فترة، قبل أيام، قتل أحد قادة سرايا السلام. هناك نزعة، هناك القتل، هناك مفهوم الدماء، هناك مفهوم السيطرة، هناك مفهوم الأوامر الإيرانية يجب أن تترجم على أرض الواقع. ومن ضمنها ما يحدث اليوم في مدينة الموصل هو يعني تدنيس الجوامع وتغيير الأسماء والاستيلاء على الأراضي والأوقاف في مدينة الموصل وبقية المحافظات الأخرى والمدن الأخرى. أشكرك سيد زياد، وسأعود إليك بعد قليل. أيضا أستاذ نظير، ديوان الوقف السني اتهم ميليشيا الحشد بالاستيلاء على هذا الجامع وأدان هذا التصرف، ولكن هل تكفي الإدانة؟ ليس من المفترض أن يكون الوقف السني مسؤول عن مساجده الخاضعة ضمن الوقف؟ يعني بالتأكيد لا تكفي الإدانة، والإدانة من مؤسسة، يعني هي الوقف السني يعتبر مؤسسة حكومية. الإدانة هو أصلا موقف غير صحيح، يجب أن تقوم بإجراء لحماية هذه المساجد. هذه المساجد بعهدة الوقف السني، يجب عليها ومن واجبها حمايتها وتسهيل العبادة للناس في هذه المساجد. لكن ما يحصل أنه يدينون قيام الحشد بالاستيلاء على هذا المسجد. يعني أنا أرى أن يعني حتى هذه الإدانة لم ترضى عليها الميليشيات، وهي تريد محاسبة من أدان الحشد أو اتهم الحشد بالاستيلاء على المسجد. يعني أي وضاعة وصلت الدولة العراقية، بحيث أن ميليشيا هي يعني واقع الحال هي قوة مسلحة خارج عن القانون، هي تحاسب مؤسسة حكومية. الحكومة لا تستطيع فعل شيء إزاء هذه الميليشيات. يعني هذا استهتار وفوضى للسلاح، ويعني تغيير لبنية المجتمع العراقي إلى مجتمع فيه فوضى من السلاح ويعني عشوائية لا تؤدي إلى خير في المستقبل. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل هذه التغطية الخاصة عبر الرافدين.
مشاهدينا الكرام، أيضا في تسجيل صوتي كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وهو النائب عن محافظة نينوى سيد نايف الشمري في أثناء اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعدد من قيادات وأعضاء نينوى، كشف عن عمليات الابتزاز التي تنفذها الأجهزة الأمنية على أهالي مدينة الموصل، وكيف أنها تضيق عليهم بشأن التصاريح الأمنية وتساومهم على تسليمهم إياها مقابل دفع مئات الدولارات. لنتابع هذا المقتطف الصوتي. التصريح الأمني إذا تريد عقد زواج، إذا تريد تتنقل من مكان لمكان، إذا تريد تروح على تصريح أمني، تريده بيوم واحد $500، وأنا مسؤول عن كلامي، قائد العمليات عنده معلومات. وإذا تريد تستمر على الإجراءات الطبيعية الروتينية 9 أشهر ما تحصل على التصريح الأمني. فلاحين مسلمين مستحقاتهم من 2014 لحد الآن ما نصرف لهم مستحقاتهم، باعوا شعير للدولة، المفروض الدولة تنطيهم فلوسهم، ليش ما تنطيهم والله تصريح أمني؟ أنا فلاح يابا، شو لي شغلة؟ ويدري الأخ معالي الوزير وعامل. اسمح لي، أكو شغلة مهمة أمنية، أعطيني مجال. السيم كارت اليوم أصبح يهدد كل أهل الموصل، السيم كارتات تباع بدون مستمسكات ويبدأ تهديد المواطنين. هيئة الإعلام والاتصالات ليش تطبقها بس علينا؟ خلي تطبق على الكل، ما أريد سيم كارت بدون مستمسكات، لأنه قبل 10/6 كانوا يتهددون كل المسؤولين. المسألة الأخرى اللي أرد أتكلم بكل صراحة، ترى ما عندنا مثل ما قال الأستاذ عبد، ما عندنا شيء ورد اليوم بالموصل، ترى نسبة الدمار كبيرة بالموصل، الحلول الترقيعية للجسور كأنما نصعد لنا جبل وننزل، جسور الموصل وشفتوها كلكم، ترى حلول ترقيعية. السيد زياد السنجري الإعلامي والصحفي من فيينا، ربما استمعت إلى هذا المقتطف الصوتي للنائب نايف الشمري، يتحدث عن أعمال ابتزاز مختلفة من القوات الحكومية على أهالي الموصل، ما تعليقك على هذا المقتطف الصوتي؟ أنا سمعت هذا التصريح أو المداخلة الصوتية من أحد النواب، وهناك ما هو أكثر من ذلك، اللواء نجم الجبوري قدم تقرير من قبل القوات الأمريكية عن السيارات المفخخة التي انفجرت في مدينة الموصل وتحديدا في منطقة الغابات وأمام أحد المطاعم، حيث قام الأمريكان بتحليل تلك العجلات وأثبت بأنها بوات ناسفة وضعها أمن الحشد القريب من مكان الانفجار، وهي لغرض أعمال الابتزاز، وحتى عادل عبد المهدي صرح بذلك في مؤتمر صحفي. هناك ملفات عن الأتاوات أيضا، فهناك ليس الأراضي فقط، مدير بلدية استقال، تم جلب آخر متعاون مع الحشد، كل مدير دائرة في مدينة الموصل اليوم يدفع مبلغ وقدره ما بين $300,000 إلى $500,000. أحد مدراء العامين طلب من المنظمات تساعد أهالي مدينة الموصل في بعض الملفات الخدمية بأن يدفعوا له أو يغادروا. تخيل منظمة تأتي لمساعدة العراقيين وأهالي مدينة الموصل، فقال لهم بالنص أنا ملزم بأن أدفع مبلغ شهري في بغداد، وإلا سأغلق دائرتي وسأغلق حتى مكتبي وسوف أطرد. يعني نتحدث عن إشراء للفساد، نتحدث عن تنظيم لذلك الفساد، نتحدث عن سيطرات تجمع ما بين 60 إلى 70 ألف دولار في اليوم الواحد فقط، سيطرات رئيسية، كل سيارة لها 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 مبلغ، كل سيارة حدث بالحمل مسحرة من قبل قائد الفوج أو أمر الفوج أو أمر اللواء في الحشد الشعبي. كما هناك يعني أنا لدي فيديوهات سأرسلها لكم عن سيارات تنقل أنقاض أو حديد إلى الأقليم، تنسيق ما بين الحشد وبقية. ولكن سيد زياد، ما دور مجلس محافظة نينوى والمحافظ الذي شاهدنا قبل مدة يعني وهو يعنف مدير المدرسة، لماذا لا يتدخل الآن بواجبه؟ أكثر شخص محمي من قبل الحشد وأنا مسؤول عن كلامي هو محافظ نينوى، وقد نشرت له صور وهو جالس مع قيادات كبيرة في الحشد الشعبي وحتى ممثل من إيران في منطقة الغابات. هناك المحافظ يقوم بدعم لوجستي كبير حتى لقوائم
الانتخابات التي جرت لقائمة الفتح هذا العام تحديدا. محافظ نينوى الحالي نوفل العقوب خط أحمر بالنسبة لإيران، لا يستطيع أحد إقالته، وقد حاول المجلس وصوت المجلس ثم ألغي قرار إقالته بجرة قلم. هناك أمر من فوق. كذلك مسألة مقاربة، سأعطيك مثال. تفضل. هناك جرف الفخر تم تهجير أهله بالكامل، ومنذ سنوات طالبوا هادي العامري وطالبوا القيادات الموجودة بالحشد، قالوا نصا الأمر ليس بيدنا، بيد قاسم سليماني. إذا نتحدث عن 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 تدخل، ليس يعني شاهدنا صور قاسم سليماني مع الدعي الصميدعي وغيره من الإمعات والقرقوزات التي تدعي زوره وبهتانا أنهم سنة. نحن نشاهد من يقبل في أحد مساجد بغداد يعني التقى يعني فوصل الأمر إلى 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 حالة إعلان احتلال كامل. يعني اليوم عندما تشاهد الإيراني يتحكم بالملف العراقي أمنيا واقتصاديا وبكل شيء وحتى دوائر الدولة، فإذا هو احتلال. ما يجري الآن ليست ميليشيات عبثية، ربما كان في هذا الشكل سابقا، اليوم ميليشيات منظمة ومدربة وممنهجة ولديها قيادة عمليات وتلتزم بأوامر مباشرة. ما يحدث ليس تصرف فردي، وإنما تصرف مدعوم حكوميا ومدعوم إيرانيا، وهم يسيطر على الموقف الأمني الموجود. الأمريكان لديهم اطلاع كامل بالملف الذي يجري الآن، بل إن الأمريكان والخط الثاني والثالث من حماية القاعدة الأمريكية في القصور الرئاسية في مدينة الموصل هم من الحشد، أبناء الحشد. يعني ما يمسك الظهر الأمريكان وأمنيا في منطقة حي العربي في القصور الرئاسية هم ميليشيا الحشد. أنا مسؤول عن كلامي. نعم سيد زياد. أيضا أستاذ نظير، يعني ونحن نتحدث عن حادثة اقتحام والاستيلاء على جامع الأرقام في الموصل، ما الذي يمنع مجلس النواب من إلغاء القانون، هو القانون رقم 19 لعام 2005 يجيز هذا القانون نقل ممتلكات الوقف السني إلى الوقف الشيعي، ما الذي يمنع مجلس النواب من إلغاء هذا القانون الخطير؟ يعني من أبرز السمات اللي لاحظها للعملية السياسية لما بعد الاحتلال 2003 أن تجد أن سياسي كل مكون يحاول أن يقتطف القدر الأكبر من الكعكة الحكومية أو الدولة لصالح سياسي هذا المكون، إلا المكون العربي السني. حقيقة الأداء السياسي للسياسيين العرب السنة هو أداء سيء جدا منذ يعني بداية يعني ما بعد الاحتلال ولحد الآن، حتى أن قبل سنتين تم الاتفاق في داخل البرلمان على تشكيل لجنة برلمانية لحل الخلافات ما بين الوقف السني والوقف الشيعي، ولم يتمخض عن هذه اللجنة أي قرارات وأي حلول، واستمر يعني قضم ممتلكات الوقف السني لصالح الوقف الشيعي من مساجد وأيضا أراضي وقفية وعقارات وقفية تم اقتطاعها من الوقف السني. يعني على أي أساس قانوني دكتور؟ يعني هم سائرون في خطة، ولكن العتب على هؤلاء السياسيين الذين يفترض أن يمثلون المكون العربي السني. أنت تعلم أخي الكريم في بداية تشكيل البرلمان ومحاولة تشكيل الكتلة الأكبر لكي تشكل الحكومة العراقية، قام كثير من النواب السنة بالتآلف مع الكتل الشيعية على اعتبار أن هذه الكتل الشيعية سوف تسحب قوات الحشد من هذه الأراضي، وقد قامت بسحب قوات رمزية في حينها صرح حيدر العبادي بامتعاضه من هذا الأمر، وأن هذه عبارة عن اتفاقات سياسية تكون بالضد منه. ولكن الآن بعد أن استفادت هذه الكتل الشيعية من التمثيل الصوري للمكون السني ومن هؤلاء السياسيين، ماذا حصل الآن؟ الآن يتم اقتحام المساجد والسياسيون السنة نائمون يعني سبات كالأموات، يعني لا تصريح لديهم ولا مدافع عن هذه الأوقاف العربية السنية داخل البرلمان أو داخل الحكومة. الأداء السياسي لهؤلاء السياسيين الذين يمثلون المكون السني
هو أداء سيء إلى درجة بحيث أن ربما هذا المكون ستغيب حقوقه، سيحاول أن يتم تذويبه، سيحاولون تغيير عقائده لأن لا توجد مؤسسة تدافع عنهم بشكل صحيح، وما زال هؤلاء السياسيين السنة متفرقين على القوائم الشيعية بدءا من رئيس البرلمان الذي لم ينصب في هذا المكان إلا بموافقة إيرانية، وكان مرشحا ليس عن السنة، كان مرشحا عن كتل شيعية، وكذلك الأمر في المناصب الأخرى. أصبحت يعني أصبح هؤلاء السياسيون يعني مجرد دمى بيد الكتل الشيعية الموالية لإيران. نعم. أيضا يشترك معنا في هذه التغطية الخاصة هاتفيا الشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. مرحبا بك شيخ يحيى معنا في هذه التغطية. يا أهلا وسهلا بك وضيوفك الكرام. حياك الله شيخ يحيى. تحدثنا بأنه ديوان الوقف السني أدان هذه الحادثة بانتهاك والاستيلاء على جامع الأرقم في مدينة الموصل، ولكن هل تكفي هذه الإدانة؟ أليس الوقف السني مسؤول عن ممتلكاته؟ أخي الكريم، هذا الاقتحام أو الاستيلاء على هذا المسجد هو ليس الأول ولم يكون الأخير. نعم. وهذه رسالة تبعثها إيران والاحتلال، ويعتمد في تنفيذ هذه الأعمال استمرار حالة التجاذب الطائفي ما بين مكونات الشعب العراقي، فهذا هو خطة الاحتلال منذ البداية. فلا توجد ضمن الأوقاف السنية ما هو للشيعة مطلقا، وإنما كانت الأوقاف الشيعية أو المساجد الشيعية معروفة لديهم، وكان وكيل وزير الأوقاف والشؤون الدينية في ذلك الوقت أعتقد يسمى الأستاذ كمال الحيدري، وهو يعلم وبكلامه منذ عام 2003 قال لا توجد للأوقاف الشيعية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية ما مقداره 5% في بغداد وفي كل العراق. فالأوقاف الشيعية هي معروفة، ولن يوجد هناك استيلاء من قبل الأوقاف السنية على أي شيء أو حسينية أو مزار تابع للشيعة مطلقا. لذلك هذا العمل الذي تقوم به هذه الميليشيا بتوجيه خارجي وتوجيه للاحتلال في سبيل أن تبقى هذه الأعمال أداة لبث العنف الطائفي في أي وقت يريدون أن يحركوا هذا الشيء. وهذه الرسالة توجه إلى أولئك الذين ذهبوا إلى طهران قبل أسبوعين ليشاركوا ما يسمى مؤتمر الوحدة الإسلامية الكاذبة التي لا توجد أي وحدة إسلامية في أجندة الولي الفقيه ولا في أجندة إيران مطلقا. لذلك هذه رسالة موجهة لهم، وإن كانوا أبدا لا يمكن الوثوق بهم ولا يمكن أن يكونوا في يوم من الأيام ممثلين للمكون السني مطلقا، لأنهم أبعد ما يكونون عن تمثيل الحياة الحقيقية أو الأجندة الحقيقية لأهل السنة في العراق. أرجو أن تبقى معنا أيضا شيخ يحيى. سيد زياد السنجري من فيينا الصحفي والإعلامي، في كلمة أخيرة، هل تعتقد أن هذا المخطط الذي يبدو من وراء كل ما يحدث أن هناك مخطط لتغيير كما ذكرنا التركيبة السكانية في هذه المدن، هل سينجح هذا المخطط أستاذ زياد؟ كل تأكيد هذا المخطط مدروس كما أسلفت وذكرت ومستمر، لكن السؤال كيف نوقف ذلك المخطط؟ كيف نضع حلول ناجعة لكي نستطيع أن نوقف النفوذ الإيراني؟ الحقيقة هناك مشكلة يتجنبها الكثير أو يتجنب ذكرها الكثير من المحللين والزملاء والصحفيين، أن مشكلتنا الرئيسية هي بالقوى الوطنية التي داخل وخارج العراق. القوى الوطنية لا تعمل ولا تحصد على عاتقها توحيد الصفوف، هناك كل له برجه العاجي وكل له مكانته ولا يتقبل أن يتعاون مع الآخر. هناك مشكلة حقيقية، العراقيون يجمعهم حب العراق ومدن العراق وأهل العراق في كل أطيافهم ومكوناتهم، لا
لكن للأسف التيارات القوية، التيارات المعارضة للعملية السياسية العراقية وللنفوذ الإيراني في العراق، كل هذه التيارات لا تجتمع على رأي واحد. فغالبا ما المشكلة أن المجتمع الدولي كما تعلم أستاذ زياد يدعم الحكومة ويعني العملية السياسية عموما في العراق. هذا أمر مفروغ منه. لكن عندما تناقش يعني بحكم وجودي هنا في فيينا ولقاءات كثيرة في أوروبا وخارج أوروبا أيضا، كلما نتحدث مع القريبين من أصحاب القرار في تلك الدول أو المحللين الذين ينصحون هذه الدول يقولون لا يوجد البديل المناسب. البديل لا تجده عند جهة معينة دون أخرى، لا يوجد إجماع. نحن ما نحتاجه حقيقة في الموضوع الذي طرحتموه اليوم موضوع مهم جدا وشائك، وأعتقد أنه حديث الساعة ولا أريد أن أطيل، لكن أعتقد بأن أولى الحلول هي تجميع العراقيين أو اجتماع العراقيين على كلمة، ويقول المجتمع العراقي بصورة عامة نحن نريد قوة تستطيع أن توقف المد الإيراني وتقدم نفسها كبديل، وكبديل للعالم الغربي وأصحاب القرار في المجتمع الدولي. نعم، شكرا جزيلا لك إذن السيد زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي. أيضا شيخ يحيى السنبل النائب عن محافظة نينوى السيدة جميلة العبيدي ذكرت أن هذه الفصائل المسلحة أو الميليشيات في محافظة نينوى يعني عينها على آبار النفط هناك، وأيضا هذه الوزارات تدير المليارات كما تعلم. هل نحن أمام عودة جديدة لأحداث مشابهة لما قبل اقتحام المدينة من قبل تنظيم داعش؟ نعم، عندما تآمر الجميع على القضاء على قوة العرب السنة والوقوف إلى جانب الاحتلال، بالإضافة إلى تشكيل تحالف إلى جانب الميليشيات من أجل تدمير مدنهم، أصبح الجو فارغا أمام إيران للسيطرة على مقدرات هذه المحافظات بشكل كامل، ولا يوجد هناك أي قوة للوقوف بوجهها. فالاحتلال الأمريكي يبارك تحركات الميليشيات ويبارك الأجهزة الأمريكية بالرغم من هذا الإعلام الكاذب الذي يدعي أنه يقف بوجه التمدد الإيراني للسيطرة على العراق والدول الأخرى التي يشكل فيها الإيرانيون قوة حقيقية كلبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى أن لا يوجد غياب هؤلاء الذين فرغوا على السنة للتمثيل منذ عام 2003 وهي نفس الوجوه التي جاءت فيها الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء لا يهمهم سوى امتيازاتهم الخاصة بهم وملك جيوبهم وكروشهم والعمل في سبيل تنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مقدرات شعبهم ومحافظاتهم. لذلك لا بد من الوقوف بشكل جدي والعمل الحقيقي للوقوف بوجه هذه الهيمنة التي تريد، بالإضافة إلى سرقة ثروات هذه المحافظات، التغيير الديمغرافي والعقائدي الذي يستهدف هذه المناطق. شكرا جزيلا لك إذا على هذه المشاركة في تغطيتنا، شيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. وفي آخر دقائق السيد نظير الكندوري، لابد ونحن نتحدث في هذه التغطية لابد أن نشير إلى المشروع الأمريكي في العراق، أين هو بعد هذه الحادثة؟ وإدارة ترامب طالما لوحت بالتقويض يعني المشروع الإيراني داخل العراق وبإنهاء دور الميليشيات، أين هذا المشروع الآن؟ يعني تحدثت قبل أيام في أحد الفضائيات حول الدور الأمريكي ومحاولة حد من النفوذ الإيراني، لكن حقيقة مع علو الصوت الأمريكي والمسؤولين الأمريكان بأنهم سوف يحاربون إيران وأذنابها سواء في العراق وغير العراق، لكن في الحقيقة لم نلمس إجراءات حقيقية على أرض الواقع في سبيل قصقصة يعني أذناب إيران في المنطقة، بل يعني الصمت هو سيد الموقف بالنسبة للقادة الأمريكان. يعني حتى في آخر زيارة لوزير الطاقة الأمريكي إلى بغداد أشار بطريقة غير مباشرة إلى أن
العراق يجب أن يكف باعتماده على الطاقة لدولة مجاورة ويقصد بها إيران. نعم. نحن لا نحتاج إلى هذه التلميحات والدبلوماسية، نحتاج إلى فعل حقيقي كما كانوا هم من قاموا بإسقاط النظام العراقي وإسقاط الدولة العراقية وكانوا السبب في وصول العراق إلى هذا المستوى من الخراب. يجب أن يكون لهم نفس الجرأة بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا، وإلا هذا البلد ربما سيكون مصدر للمشاكل والإرهاب إلى دولهم، وبالتالي تبقى نقطة وبؤرة متوترة ما دام إيران لها يد في المنطقة. أنا فقط أريد أن أعقب على كلام أخونا الضيف زياد السنجري، كان كلام رائع وفي موضوع أن الشعب العراقي يحتاج إلى بدائل، كون أن المنظومة السياسية الحاكمة في بغداد قد فقدت كل شيء ممكن أن تقدمه، لا يوجد منها شيء ممكن أن يكون صالح لإدارة هذا الوطن. يجب على السياسيون والوطنيين العراقيين بالذات الذين خارج العراق والذين هم بعيد عن طائلة القمع الحكومي، ربما يجب أن يكون عليهم تشكيل هيئات سياسية تخاطب المجتمع الدولي وكذلك تعرض للمجتمع العراقي البديل الأمثل بعيد عن هذه السلطة السياسية. وقد سمعت قبل الأيام تم يعني تأسيس ما يسمى المجلس العراقي، وهي محاولة من بعض السياسيين العراقيين لإنشاء مثل هذه الهيئات السياسية، ولربما مستقبلا ستظهر هيئات سياسية أخرى ستكون البديل عن هذا النظام السياسي في بغداد. أشكرك شكرا جزيلا في هذه التغطية الخاصة السيد نظير كندوري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. أكرر شكري أيضا للدكتور يحيى الطائي ناطق رسمي باسم هيئة علماء المسلمين، والسيد زياد السنجري من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي، وأيضا كان معنا الشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. شكرا لهم جميعا، شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.